السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم جبت لكم حيلة رهيبة لتجفيف الملابس وتنعيمها وأيضا تعطيرها. إذا كانت عندكم آلة غسيل الملابس يمكن تحولها مثل مجفف الملابس بحيلة بسيطة ويعني في متناول الجميع. تعرفوا بان في هذا الجو البارد الملابس كيبقاو شويه فاسدين ما كيبندين، فبالتالي شنو اللي غيخصنا؟ غيخصنا نحضروا منعم الملابس اللي بمواد بسيطه، وغتخصنا فوطه او فوطتين. من الافضل نستعملوا هاد لي ميكروفيبر، هذه شريتها، هذه كتمتص مزيان البلد، او الا عندكم فوطات عاديين فوطه او جوج فوطات غنشوفو كيفاش غنستعملو. اول شيء غنستعمل هنا غادي يعني نحضر منعم الملابس ومعطرها في نفس الوقت. اذا هنا غنشري هاد المناديل اللي كتباع وموجوده في السوق، رغم ان هاد المناديل راها يعني غير صحيه. الى قريتو المكونات في ظهر العلبة غتلقاو عدة مواد كيميائية اللي مستعملة فيها. انا علاش كناخدها باش نعاود استعمالها، كما بينت لكم في يعني في فيديو سابق انني استعملتها كمنظف متعدد الاستعمالات. هنا غادي نستعمل فيها المنعم ومعطر الملابس. اول شيء خصني نزول منها هاد المادة اللي فيها او هاد المواد اللي فيها، غنحيدها من العلبة ديالها، غنديرها في واحد الشبيكة، يمكن ديروها في يعني في شي حاجة، المهم بحال هكا تجمع باش ما تفرقش تكون في آلة غسيل. هنا غادي نغسلها، غنديرها في آلة الغسيل، غادي نغسلها باش تحيد لها جميع المواد اللي فيها. من بعد ما نغسلها غادي نجفف وغنستعملها. اذا هنا غنستعمل معطر وملطف او منعم الملابس. اذا غناخذ كميه من الماء تساوي 50 مليلتر، وغنوضعها في اناء، ومن بعد غناخذ نفس كميه الخل ايضا 50 مليلتر، لان كنعرفوا بان الخل هو منعم للملابس. ومن بعد غنضيف ملعقتان من الجليسرين. اذا هنا هادو كيرطبوا الملابس ديالنا. بالطبع الا ما كنتوش كتستعملوا منعم الملابس ماشي من الوهله الاولى انهم غادي يوليو رطبين، يعني بعد عده استعمالات. اذا غنمزوا هذا الخليط مزيان، ومن بعد غنضيفوا ليه قطرات تقريبا شي 30 قطرة ديال الزيوت الأساسية. كنعرفوا بأن معظم الزيوت الأساسية هي معقمة وأيضا معطرة، إذا نديرو 30 قطرة في هذه الكمية من الزيوت الأساسية. هنا درت زيت الأوكاليبتوس، وأيضا غندير معاه زيت الأساسي الحام. نتوما عندكم اختيار، ديروا غير نسمه واحده. الخزامه تجي زوينه، حتى هي كتعطي واحد الرائحه عطره. اذا هنا يعني حضرت ملطف الملابس، وايضا حضرت يعني في نفس الوقت هو عباره عن معطر للملابس. اذا هذاك الخليط اللي وجدنا غنصبوه فوق هذوك المناديل اللي صبنا ونشفناهم ونوضعوهم في علبة، وغيبقاو في علبة مغلقة لحين الاستعمال. اذا من بعد ما بغيو نستعملوهم، اول شيء حنا غنضفو ملابسنا عادي. كتبرمجي الالة التصبين على البرمجة العادية اللي غتصبنو، ومن بعد ما ينتهي يعني هاد التصبين ديالكم اللي كيتصبن بالطبع راهنا كيتعصروا ويتشلوا الملابس ويتعصروا. اذا من بعد ما ينتهي الوقت ديال التصبين وتكون هاد الاله عصرات الملابس،
غادي نفتحوا آلة التصبين وغادي نوضعوا فيها الفوطة، وايضا غنوضعوا فيها هذوك المناديل اللي كيحتويو على ملطف الملابس ومعطر الملابس بحيث اننا نوضعها وسط الحوايج. هنا خديت ثلاثة المناديل وايضا الفوطة، بما ان هذه قلت لكم كتمتص مزيان البلل درت واحدة، يمكن ديروا جوج او ثلاثة. وغنعاود نشغل آلة التصبين، ولكن غنشغلها فقط في العصير، يعني لي صوغاج غادي نريقلها على العصير. هنا عندي فيها لي صوغاج، عندي فيه 12 دقيقة، يعني هنا غتعاود تخدم آلة التصبين غتعاود تعصر مرة أخرى، فبالتالي يعني غتنشف كثر، وهذيك الفوطة اللي درنا في الوسط غتمتص البلل الزائد وغادي تخرجوا الحوايج كأنهم ناشفين. يعني الحوايج دوك السانتيتيك راه تقريبا كتخرجوهم ناشفين، يعني كتبسوهم ناشفين، والاخرين اللي كالفوطة راه حتى هما كينشفوا شويه. وهاد المناديل الورقيه راه تقدروا تعاود تستعملوهم مره اخرى لانهم ما كيتقطعوش في الاله. كنتمنى هاد الفيديو يكون راقكم، هاد الحيله تكون راقتكم، راه جيده. اذا هنا الا بغيتو تنشفوا الملابس فقط ديروا فوطه، بغيتو تعطروهم وتلطفوهم راه ديروا هاد المناديل الورقيه. وكنقول لكم الى فيديو اخر باذن الله.